إيفان الرهيب. إيفان الرابع ولد في موسكو في 25 من أغسطس عام 1530. عرف باسم إيفان الرهيب أمير موسكو العظيم وقيصر عموم روسيا الأول. توج أميرا لموسكو في سن 3 سنوات، وتوج كأول قياصرة روسيا وهو في 16 من عمره، فحكم مدة 51 عاما. شهد عهده احتلال بلاد تترستان وسيبيريا وتحويل روسيا إلى مجتمع متعدد الأعراق. خاض القيصر إيفان الرابع حروب دموية ووسع على أثرها أراضي روسيا وجعل منها إمبراطورية مترامية الأطراف. أصبح إيفان الرهيب عاهل مملكة مسكوفيا وهو في 3 من عمره، وقد تولى مجلس نبلاء زمام الحكم في سنين حكمه الأولى، ولكنه تسلم شخصياً مقاليد الأمور سنة 1544، وتوج قيصر بعد ذلك ب3 سنوات. وعرف إيفان بلقب الرهيب لأنه كان يقمع بقسوة وعنف الثورات التي حدثت ضده، وقاد حروباً توسعية استعمارية احتلالية، وأضاف مناطق شاسعة من سيبيريا إلى مملكته. هدف إلى السيطرة على بحر البلطيق وبحر قزوين، وذلك خاض القيصر حروب لتوسيع أراضي إمبراطوريته. قام بمحاصرة قازان وإسقاط القبيلة القازانية، وارتكب فيها مجازر جماعية ضد المسلمين بسبب دينهم، وحاول تنصير الكثير منهم عنوة. تمكن من احتلال أستراخان، وأصبح بذلك نهر الفولغا قناة روسية بحتة تسهل الوصول إلى بحر قزوين، ومهدت الطريق للاحتلال الروسي إلى ما خلف الأورال واستيطان سيبيريا. واحتل الروس أرض الباشكير في عهده، وكان هدف إيفان الرهيب العسكري الرئيسي حكم بولندا والسويد، وأقامة علاقات مع أوروبا أيضا، لكنه فشل في حروبه مع بلدان أوروبا وخاصة في ليتوانيا وبولندا. في أواخر أيام حياته، ورغم أنه أعلن الحرب على السلطة الكهنوتية، إلا أنه انسحب أخيرا إلى حياة الراهبنة. توفى إيفان أثر جلطة دماغية أثناء لعبه الشطرنج مع بوجدان بيليسكي في مارس عام 1584، وبعد وفاته انتقل العرش لابنه الأوسط غير المناسب فيدور، والذي توفى بلا ذرية، ويبدأ بعدها انحدار روسيا إلى ما سمي بزمان المحن.